سيدي بلوت فاتحة مجموعة من الأوراش، مجموعة من المناطق اللي ترتبت عليها مجموعة سواء شكايات أو ملاحظات، وبالتالي بغينا نوصلوا للساكنة عن طريق الصحافة الوطنية هل بداية ديال الأوراش فوقاش، هل الإمكانيات، وفي نفس الوقت أننا بين الإخوان شنو التصور ديالنا المستقبلي في داخل المقاطعة ديال سيدي بلوت وفقا الميزانية المخصصة وفقا الأمور اللي هي قانونية واللي ممكنش أننا نتجاوزوها. كيف ما كتلاحظوا بأننا في إطار إنجاز ديال البنية التحتية، ضرب عمر سالينها، بنجدية سالينها، الان الورش الكبير اللي كاين هو اللي كاين في غوتي احنا غاديين فيه، يمكن غيكون واحد النوع ديال تعطال شويه ناتج على العيد ديال العيد الكبير، وكتعرف بان هذا عيد اللي هو يعني مقدس عند المغاربه، وان الناس كلهم والعمال تيمشيو للمنازل ديالهم لانهم كلهم هما ناس اللي خارج الدار البيضاء، وبالتالي هذا هو الوتيره رفعناها شويه الان لان غتعطل شيئا ما، ومن بعد عيد كبير ان شاء الله بواحد شهر غادي تعرف الوتيرة أو تاني شيئا ما. تبيش الساكنة ديال الكوتي جلسنا معهم في مراحل كثيرة سواء داخل المقاطعة سواء في الشونتي، وأكثر من التواصل معهم بالعكس أنهم هما طرف في الإصلاحات اللي كينا، كان ناخذ الآراء ديالهم سواء في الشجار سواء في الحدائق اللي كينا تما سواء بجموعة من المرافق.